سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيحة لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قلت نصور لكم فلوق من الصباح شنو عندي حتى العشيه ان شاء الله. كما كتشوفوا، شوفوا حنا فين، واحد الجريده واعره بزاف. هذه ماما. هيا بنتي جات معايا، انا محمله ضروري ضروري ديما. بنتي ما تحرك حتى تدي معها كاع كلشي ديالها، المونيكا ديالها، لي اكسسوار ديال المونيكا، الماكله ديالها. المهم كيما شفتوا، كيما قلت لكم، انا في هذا البارك هذا جينا نتمشاو شي شويه، قتلنا الجلاس في الدار بمعنى الكلمه. ما كنديروش سبور، ولكن شويه ديال لا مارش هي زوينه. كنت قلت لكم في الفيديو اللي ما قبل هذا اللي فات، كنت قلت لكم غادي يحلوا لو 7، ولكن ما حلوش لينا، سي بيان دوماج. قالوا لنا حتى لو 11 ان شاء الله وغادي يحلوه. لا لا لا، ما كانش ليه هزوليك ماما مخليه واحد الزريبيه. قلت جبناها نجلسوا عليها، شوفوا ماما مشات مخليه واحد الزريبيه لي، وخافت قال لك غادي يجي شي كلبي يدوس فوقها ولا يشمها ولا شي حاجه، ما كتحملش الكلاب، ما عندهاش مع الكلاب كاع. كما قلت لكم ما حلوش لينا، قال لك حتى لو 11 غادي يحلو لنا. المهم فرق ديال 4 ايام ماشي مشكل، المهم غير يحلو راه حنا صافي. شنو مامي؟ شنو غنوريكم هذا بنتي؟ شوفوا هذا، شريت لها واحد جوج مونيكات وانا ندم. هانتوما شوفوا، ما تحركش بلا بيهم، ما تنعش بلا بيهم، ما تاكلش بلا بيهم، المهم ديما هزاهم. لو طون كامل وهي هزاهم. شوفوا البنات البارك شحال زوين وكبير بزاف، راه هذه غير جهه وحده، دخلنا من واحد الباب ومازال فيه، مازال فيه بزاف ديال الجهات، بزاف ديال البيبان. دخلنا حنايا من هذا الباب، جابنا لهاد الجهه هذه. المهم الا فيك شي ضغط نفسي ولا شي مشاكل ولا شي حاجه، كتجي لهذا البارك هذا، صافي كلشي كتنساه. والله عرفتي واحد الاحساس واعر بزاف. شوف واخا فيه كاينين هنا الحشرات، ولكن المهم انتما شوف هذه شوف كتبان لكم. كنخاف من الحشرات، دابا خصني نمشي نختار شي بلاصه اللي ما فيهاش حشرات باش نجلسوا فيها نرتاحوا شي شويه. تمشينا بزاف. فلاور صافي. هانشم واو صافي رازي صافي. كتقد دخل ليا الورده في النيف. واو فرحانه بالورود ديالها. عرفتي قبيله وحنا كنتمشى، شكرا صافي قبيله. كما قلت لكم قبيله وحنا كنتمشاو ودرنا بزاف، ودابا الباب اللي دخلنا منه ما كناش عاقلين عليه. يلا تصوروا معايا، بغينا نخرجوا ما عرفناش من نخرجوا بزاف، حيت كبيره بزاف. هانتوما شوفوا معايا، هذه راه بلاصه اخرى، هذه راه ماشي اللي كنت وريتكم قبيله. كاين شويه ديال الريح، المهم واخا الحراره كاينه، المهم الريح كاين زوين خطير صراحه. تمشينا حسيت بالدم شويه، تحرك ليا في لوكور ديالي، ماشي بحال جلس في الدار. والله كوكو البنات، انا دابا يلاه لقيتوني دخلت للكوزينه عيانه الصراحه، عرفتي ما عنديش مع نمشي خصكم مع كازا. فاش كنت كندير سبور كانت كتكون فيا القوه والنشاط وداكشي، دابا ملي حبستو صافي بحال وليت كنعيا دغيا، ما بقيتش عندي ديك القوه ديال شحال هادي. خاصني نرجع ندير سبور ان شاء الله، راه دايره البروغرام ديالي، كنتسنى غير ندير بيرمي باش نبقى هكا ما نبقاش
ديما راجلي هو يوصلني ويجيبني، نبقى ديما نقطع الموبيل زعما قدام الباب، نمشي لراسي ندير بروغرام لراسي، حيت راجل راكم عارفين الخدمه وداكشي ممكنش يبقى يخدم ويجي يديك انت لاصال ويمشي يتقدا، وهادي كلشي عليه دابا حاليا، كلشي عليه هو اللي كيدير كلشي. المهم لقيتوني كما قلت لكم، يلاه لقيتوني دخلت، خلينا واحد كناخذ هاد البيتزا واجده، ماشي كنكون هكا مدعوقه مع الوقت وداكشي، خليت واحد هاد البيتزا واجده عاديه فيها غير صوص طوماطو وموزاريلا من الفوق لبنتي حيت فيها الجوع، حيت ما ضروري خصها تاكل. كما قلت لكم دابا راه نسيت دابا شحال الساعه، دابا 3 وكانت يلاه غير فطرات، يعني ضروري ضروري خصني ضروري دابا ندير لي هاد البيتزا هادي في الفران طيب، حيت وقتها هذا ديال الماكله ديجا فيها الجوع صافي. وهانتوما شوفوا الروينه، راه خليت هذاك الشيء كما هو هكا تشوفوا الحقيقه، ما يبقاش يبان لكم البنات هكا اليوتيوبرز كيقاو ديما لكم الكوزين ديالهم مجموعه داك الشيء تقولوا راه حياتهم هكا دايره، لا راه حتى واحد ما طاخفي بالعكس، راه هذيك الروينه اللي كتكون عند راه عندكم كاينه حتى عند اليوتيوبرز، راه ماشي تبقاو تشوفوا الكوزينه حتى كتجمعها عاد كتفيلمي لكم وصحابكم، راه يسحبكم راه حياته هكا دايره، لا العكس. نمشي جا الفران هذا 10 دقائق ماكسيموم غادي يطيب. المهم دابا خليكم معايا غادي نجيب الكوزينه ومن بعد غنتلاقاو باش نحضر معكم داكشي اللي غادي ما نوريكم داكشي اللي غادي نحضر الفطور. البنات كما كتشوفوا شديت البلبوله كنغسلها، بغينا نصايبو اليوم، اليوم فطور صحي، عينب الفورس والفينو داكشي الملاوي بالزبده والزيت وداكشي، قلنا اليوم غادي نديرو فطور صحي. انا دابا كنتزجها باش نطوبو بها حريشات هكا الزيت والكحل وزوينين. المهم غادي فاش غادي نصاوبهم غادي نبارطاجيهم معكم، وان شاء الله ما غنديرو لا حريره لا والو، غنديرو بلبوله بالحليب. المهم فطور صحي كما قلت لكم. هانتوما البنات دابا غادي ندير البلبوله ديالي طيب كيما شفتو في الزيت، غادي ندير معاها غير الماء، الماء بارد خليها باقي شويه الحال على الفطور، ولكن نديرها هكا طيب على خاطرها. غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه وقبيسه ديال الملحه، صافي دابا غادي نحرك هاد البلبوله. البنات هاد البلبوله بلديه ديال ماما، جبتها معاها مصاوبه على اليد، ماشي بحال البلبوله العاديه، كما كتعرفوا هذيك اللي مصاوبه على اليد كتاخذ شويه الوقت، داكشي باش قلت غنديرها من دابا، غنقص عليها البوطه وطيب عليها خاطر خاطرها حيت كتشد شويه الطياب. هنا البنات هادي البلبوله ديالي ديال الحريشات اللي قلت لكم غادي نصايب معاكم، دابا غادي نزيد عليها شويه ديال الفينو باش نصايب هاد الريوس هادو، غادي نزيد كما قلت لكم شويه ديال الفينو باش يجمعها ليا، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره كما كتشوفوا هذا القياس هذا صافي، وغادي نزيد الماء غير القياس اللي غادي يجمعها ليا ماشي بزاف، ما دافي. ها انتما كما كتشوفوا غير شويه ديال الماء غادي ندور باش يعني ميزاني مع حيت ديجا البلبوله ديجا مفزقه. هنا في الوقيته اللي البلبوله ديالي كتعجن
غادي نقطع هاد الزيتون الكحل طريفات صغيورين كاع حقاش هما اللي غادي نديرو في مع البلبوله في الحريشات. صافي كما كتشوفوا الزيتون ديالي ها هو وجد، كما قلت لكم قطعته طريفات صغيورين باش هكا شوف باش هكا ما يبانوش الطرفه كبار في الحريشات ديالنا. صافي دابا غادي نسين حتى البلبوله ديالي تعجن مع داك الفينو، ومن بعد غنوريكم الطريقه باش غنصايب هذوك الحريشات. انا البنات قبل ما نزيد هذاك الزيتون ديالي في هذيك العجينه ديالي اللي تجمعات، بغيت نوريكم واحد البهارات يلاه شريتهم، شوفوا كاينين مغزالين. هنا فيهم هادو بهارات ديال لي باطو بيتزا، المهم هنا كاين الزعتر، هنا كاين التحميره، هنا كاين الحار وما عرفتش شنو هادشي مخلط. المهم زوينين بزاف وعجبني الشكل ديالهم، شوف كيفاش دايرين بحال شي غريريف. هانتوما الا لقيت هاد الغريرفات خاويين ان شاء الله غادي نشريهم، ونشريهم كاع لهاد العطريه اللي عندي، زوين الشكل ديالهم ومينيون. المهم هذا نجبد دابا، جبدت هاد الزعتر هذا هو النتيجه اللي نزيد في الحريشه ديالي، هما زيتون. انا دابا غادي نوريكم دابا كما كتشوفوا العجينه ديالي ولات بحال هكا، غادي نزيد فيها هاد شويه ديال الزيتون كحل مع شويه ديال الزعتر كما قلت لكم، هذا ماشي بزاف قبيصه. صافي دابا غادي نرجع العجينه ديالي، غير دور المي واحد شويه غير لين ما يتجانسوا، ومن بعد غنكمل معاكم. دابا في الاخر كاع غادي نزيدو معلقه صغيره ديال الزيت البلديه، ومعلقه ديال العسل الحر. هانتوما معلقه صغيره ديال العسل الحر، غندورها غير شويه على ما يجانسها شي وبعد غنخليها تخمر. هنا البنات كما كتشوفوا فرشت البابي، درت سميده، غادي ندهن يدي شويه بالزيت باش نهز هذه البلبوله ديالي، من بعد غادي نفندها كلها في السميده. دابا غادي ندير السميده ديالي بحال هكا، بعد غادي نكرسها. مغليضه مرقيقه صافي. دابا غادي نشد كاس باش نقطع. دابا غادي نبدا كنقطع الحرشه ديالي، على هذا الشكل هذا. من بعد راني نحيد هادوك البلايص اللي زايدين. صافي دابا غنهز الحريشات ديالي نحطهم فوق شي منديل، نتوما شفتو كي كيجيو زوينين صغيورين. دابا غادي نكمل بنفس الطريقه اللي درت المره الاولى، غادي نديرها لهاد الكميه اللي بقات ليا. كما قلت لكم ما ديروها رقيقه لا غليظه، وانا كنقرص وانا كنزيد السميده. صافي دابا نشد الكاس ديالي عاود كنديرو في الزيت وكنقطع.
هانتوما شوفوا كيفاش كيجي بحال هكا صغيورين زوينين، وحتى في المذاق غزالين. دابا غادي تنطيبهم وغنوريكم كيفاش كيجيو في الشكل النهائي. هانتوما البنات شوفوا البلبوله ديالي طابت. باش واحد الحاجه بغيت نقولها لكم باش تعرفوا الشعير بلدي راه فاش كطيب البلبوله كتعطي هذا اللون، هذا بحال غوز بارد بحال هكا، ماشي بحال داك الشعير العادي كطيب كتبقى هكا بيضه. المهم كما كتشوفوا ها هي طابت على خاطر خاطرها. دابا غادي نزيد ليها الحليب وصافي. دابا قرب عندنا الفطور، هي اللي كنزيد ليها الحليب ونخليها واحد شويه ومن بعد غادي نقدمها. دابا غنزيدو الحليب ونخليوها تفتر لواحد حتى تشرب داك الحليب. هانتوما البنات شوفوا الحرشة ديالي كيفاش كيجيو غزالين بنه، يا سلام والله جربوهم على حسابي. صحيين وبنانين. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم. ها هي البلبوله ديالي غزاله. المهم هادشي اللي بينت لكم غادي نرافقوه مع طبلة ديال الفطور. حتى البلبوله كتجي زوينه، كاين اللي كيزيد معها الزعتر كاين اللي لا. انا ما كيعجبني الزعتر بزاف في البلبوله. المهم انا ماما فاش كتبغي تجي عندي كان الطلب الوحيد اللي كنطلب منها هو اول حاجه هي البلبوله. كنقول لها تجيب لي البلبوله اللي كتصنعها على يديها، زعما ديال الشعير ديال البلدي ديال البلاد. وثاني حاجه هي الزيتون هكا داك المشرمل الحار ولا داك العادي. المهم حيت هنا ما كنلقاش هذاك الزيتون بنين بحال ديك الدرجه بحال اللي كتجيب لي ماما، والبلبوله بيان سور. المهم كنتمنى انه الطبق ديالي يكون عجبكم ديال اليوم، صحيين جربوهم على حسابي. يلا نخليكم دابا تهلاو ليا فراسكم بالصحه فطوركم ما تغلقوش بزاف. يلا نتلاقاو فيديوهات قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.